أقيم اليوم المؤتمر الصحفي الحكومي والذي كان على منبره معالي وزير التعليم يوسف البنيان، والذي تحدث عن ملفات عديدة تخص التعليم ومستقبل التعليم وحال التعليم. نشاهد. لقد كانت توجيهات سمو سيدي ولي العهد حفظه الله فيما يخص التعليم واضحة وتحمل رسائل تطويرية للتعليم في المملكة بما تضمنه من أبعاد مستقبلية تركز على المعلم والمنهج والبيئة التعليمية. ونحن في التعليم ومن منطلق المسؤولية الوطنية مستمرون والله الحمد في العمليات التطويرية لجميع هذه الركائز بما ينعكس على المستقبل التعليم في المملكة وعلى الطالب السعودي في مختلف المراحل الدراسية وصولا للجامعة والتهيئة لسوق العمل. ونتيجة للدعم المتواصل الذي يحظى به قطاع التعليم من حكومة خادم الحرمين الشريفين، سجل التعليم السعودي ولله الحمد نتائج متقدمة في عدد من المؤشرات الدولية، حيث تقدم في 16 مؤشرا من مؤشرات التنافسية العالمية في قطاع التعليم وفق الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2022، إضافة إلى ارتفاع نتيجة المملكة في دراسة التقدم الدولي في القراءة لعام 2021. وتفعيلا لتنمية رأس المال البشري وتحقيق مستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية، تحسن تصنيف المملكة ولله الحمد في مؤشرات البحث العلمي وترتيب الجامعات السعودية في التصنيفات العالمية الأخيرة. وبالإضافة إلى تحقيق أبناء وبنات المملكة العديد من الجوائز والإنجازات الدولية سواء طلاب أو معلمين، حيث استطاع أبناء المملكة للحصول على ما مجموعها 1,141 جائزة كبرى وخاصة وميدالية وشهادة تقديرية خلال العام الدراسي الماضي في عدد من المسابقات الدولية. وهنا لا ننسى الدور البارز لشركائنا في مؤسسة موهبة والجهود التي قدموها مع زملائهم في الوزارة للموهوبين وتطويرهم. الرخصة المهنية، الموضوع الذي يشغل كثير من المعلمين والمعلمات، هل هناك ارتباط ما بين الرخصة والعلاوة السنوية؟ طبعا شوف، الرخصة المهنية مهمة جدا لأي عمل مهني، ونحن الآن نعمل مع هيئة التقويم والتعليم والتدريب على دراسة ما تم إنجازه فيما يخص الرخصة المهنية ومعرفة مجالات التطوير. وفي الواقع هنالك يعني عمل مشترك وفريق مشترك، ومن ضمن هذه طبعا الدراسات ما هو تأثيره الحالي والمستقبلي على المعلم والمعلمة.